السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي، والنهاردة فيديو جديد هنعمل فيه عيش فظيع. ما عندكيش خميرة، الفرن بتاعك مش بيسوي كويس، العيش ما بيقبش معاكي، النهاردة كل المشاكل هتتحل وهنعمله في 10 دقايق بس. احلى عيش ممكن تاكليه، هيعجب الولاد جدا، تقدري تقدميه جنب المشويات، جنب عسل، جنب جبنة، ومش اقولك حاجة خالص، تحفة جدا زي ما انتم شايفين. ولا رغيف معاكي مش هيقب، كله هيقب ويديكي النتيجة الروعة دي. ايه رأيكم؟ شكله حلو قوي. ما تيجوا نفتح واحدة. اوه الله 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 على العيش اللي يفتح النفس بجد. يلا بينا بقى علشان نشوف المقادير ونعرف مع بعض الطريقة. ومقاديرنا هتكون عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، دي متعدد الاستخدام، منخول كويس جدا. هنحتاج حوالي كوباية من المية، ممكن تزيد معلقتين او تقل على حسب نوعية الدقيق. ربع كوباية من الزيت، نص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الملح، وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. مقادير سهلة وبسيطة، هتخلصي الفيديو على طول وتعمليه. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. في العجان او بايدينا مفيش مشكلة خالص، هي عجينة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. هحط كده 3 كوبايات دقيق في العجان، هبتدي اضيف عليهم الكركم والملح، كل حاجة نص معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وابتدي اقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد ما تقلبوا كويس قوي دلوقتي بقى هنضيف المية بالتدريج، نشوف الدقيق هياخدها كلها، عايز اكتر عايز اقل، يبقى احنا بنتحكم فيها بايدينا. تعالوا نبص كده شكل العجينة، احنا لسه ما ضفناش الزيت. العجينة كويسة قوي، محتاجة ان انا احط لها بقى ربع كوباية الزيت علشان نبتدي نكمل عجينها. تمام، يلا. خلصنا خلاص عجن كده، تمام جدا. شايفين العجينة الى حد ما متماسكة شوية، ما بتلزقش، اهم حاجة خالص في الايد، زي الفل. هننزلها بقى وتعالوا بينا نكورها كور كلها متساوية، سواء بقى انت عايزة الرغيف كبير صغير، ده يرجع ليكي انت. انا بفضل دايما يكون صغير عشان اللي ياخد واحد يخلصه، كمان عشان اقلي العيش في شوية زيت صغيرين كده في كاسرولة، ما هتضرش من الزيت كتير. هندي رش الدقيق عشان ابتدي اكور العجينة، زي ما انتم شايفين العجينة كده متماسكة ما بتلزقش خالص، وابتدي اكور او اعمل كور من العجينة تكون يعني صغيرة، مش عايزة الرغيف كبير قوي. تمام بالشكل ده. هنا العجينة دي ما بتخمرش، بس احنا هنسيبها 10 دقايق. هنسيبها 10 دقايق ليه؟ عشان تتفرد معانا بسهولة. انا لو حاولت افردها دلوقتي هيبقى فردها صعب جدا، لانها الانسجة بتاعتها شدة من كتر العجن. عشان اريحها واخليها ترتاح وتبتدي تتفرد معايا بسلاسة، يبقى لازم نريحها مدة ما تقلش عن 10 دقايق. قسمنا العجينة بتاعتنا 12 كورة بالشكل ده، هنغطيها ونسيبها زي ما اتفقنا ترتاح 10 دقايق بس، وبعدين نبدأ نفردها. بعد ما العجينة ارتاحت 10 دقايق هبتدي ارش رشة بسيطة خالص من الدقيق، واخد كورة وابتدي افردها. تلاقي بقى بتتفرد معاكي خلاص بسهولة. فردته بقت بالشكل ده والسمك ده، شايفين هو ده المطلوب. يلا نفرد واحد كمان زي ما انتم شايفين، الطريقه سهله وبسيطه، والعجينه كمان ارتاحت وبالتالي بتتفرد بكل سهوله. اللي مديها اللون الاصفر اللطيف ده، ده الكركم. الكركم له فوائد كتيره جدا جدا، وكمان هيخلي لون العيش معانا تحفه. خلاص فردناه
زي ما قلنا بالسمك ده حوالي 3-4 مللي بالكتير. عندنا زيت على النار حطه في حلة صغيرة علشان يبقى غزير. هشوف كده ساخن ولا لا، هجيب نطر من الدقيق اعمل كده، طالما الدقيق عمل كده يبقى تمام. يلا بينا بقى نبدأ نسوي. هنزل الرغيف، النار متوسطة، تمام، الزيت سخن والنار متوسطة. هتلاقوا ان الزيت الرغيف نزل في الزيت وما بانش شوية كده، هتلاقيه ابتدى يطلع ويطفو على الوش زي ما انتم شايفين كده. الخطوة الاهم ان انا اجيب زيت سخن احط على الوش بالشكل ده، وده اللي هيخليه بقى يرفع ويقب معايا ويدينا بقى الشكل المنفوخ الجميل. شايفين هو بينفخ؟ بصوا 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 بصوا، ما شاء الله لا قوة الا بالله، حلو جدا. هيبتدي بقى ياخد معايا اللون، ابتدي اقلبه الناحية التانية طالما نفخ خلاص، هنقلبه من الناحيتين. هايل، لما لقيت حمر من ناحية على طول هحمره من الناحية التانية عشان اطلعه. خلاص الرغيف اتحمر من ناحيتين وبقى جميل جدا، هبتدي اخرجه بقى من الزيت واصفيه كويس قوي، تمام. هو عموما ما بيشربش زيت، وللامان برضو هنطلع على مناديل المطبخ، تمام، عشان نصفي اي زيت موجود معانا زياده. شايفين منفوخه جميل ازاي؟ تعالوا نعمل واحد كمان. يبقى الزيت سخن، النار متوسطه، بننزل الرغيف على طول. هتلاقيه نزل وقعد في الارضيه شويه، اول ما تلاقيه ابتدى يقب على الوش لازم لازم بالمعلقه او بالمغرفه تبتدي تصبي على وشه من الزيت السخن. ليه؟ هي دي اللي هتخلي العيش معاكي يقب، تمام. لو ما عملتيش كده مش هيقب خالص. بصي بصي بالشكل ده، بصي تلاقيه عمال يرتفع معاكي ويتنفخ اهو، باين خالص. ايه رايكم؟ ما شاء الله ما شاء الله، كل العيش اللي معاكي هيقب ويبقى جميل جدا جدا من غير فرن ومن غير خميره. ما شاء الله، خلاص اول ما يقب خلاص كده بالشكل ده هنعمل ايه؟ هنستنى بقى ياخد لون من ناحيه، نروح قلبين على طول على الناحيه الثانيه. يلا بقى نخرجه، تمام، على مناديل المطبخ زي ما اتفقنا عشان لو في اي زيت زياده يتصفى. يلا نعمل واحد كمان، بننزله في الزيت، الزيت سخن على نار متوسطه. اول ما بتنزلي رغيف بتلاقي الرغيف نزل تحت في الارضيه، سيبيه لغايه ما يطلع لك فوق، واول ما يطلع على طول زي ما اتفقنا بناخد من الزيت السخن ونحطه على وشه، ده هيخليه يقب معاكي. لو ما عملتيش الحركه دي ما بيقبش. بصوا ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، شايفين نفخ كله ازاي على طول؟ ما شاء الله ايه الجمال ده. طالما نفخ كده خلاص مش محتاجين ان احنا نحط زيت تاني على وشه، هنستنى يتحمر من ناحية ونروح قلبينه على الناحية التانية. بسم الله بالشكل ده. بعد بقى ما ياخد اللون التمام الذهبي الحلو ده هنخرج على طول على مناديل مطبخ علشان تصفي اي زيت معانا زيادة. ايه رأيكم في الجمال؟ بجد حاجة كده وهمية. يلا بينا بقى العيش بعد ما اتحمر كله بقى جميل بالشكل ده هنقدمه مع بعض. شايفين شايفين الجمال؟ ما شاء الله بجد، ولا لونه بقى تحفة تحفة. ايه دي العيش بتاعنا بعد ما خلصنا، شايفين الجمال شايفين الحلاوة، تحفة جدا. ايه رأيكم؟ المقادير كانت سهلة وبسيطة وعندك في البيت، كمان التسوية بكل سهولة، بجد مش هياخد منك وقت والنتيجه روعه. شايفين بقى العيش، وعلى فكره مش شارب زيت كتير ولا حاجه، زي الفل اهو ما شاء الله. تيجوا نفتح كده ونشوفه من جوه، ما شاء الله على الجمال، بجد تحفه. هتقدميه جنب اي حاجه هيشتغل معاكي وزي الفل وهيعجب كل اللي هيدوقه.
ده كان العيش البوري بتاعنا النهارده. يا رب تكون الطريقه والمقادير عجبتكم. جربوه بقى وقولوا لي رايكم ايه. هستنى تعليقاتكم اللي دايما بتسعدني، واشوفكم فيديوهات تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.